السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات بغيت نشارك معكم هذا المشيال هذا الضرب عمر. كيف ما كنت في الانستغرام كنت حطيت شي تصاور باللي كنفرشوا في واحد الصالون، ماشي في داري، دار عند اختي، كنفرشوا في واحد الصالون عند هي انتر ديزاين، كانت وراتهم هي اللي فرشات نيس عندهم الممثله ديالتنا الغزاله هدى صدقي، وكانت عيطات ليهم، وكنت نيس مشيت لعندهم وعيطات ليهم وانا تما كاينه وكتقول لهم تهلاو ليا صاحبتي. المهم خسرينا كل شيء، خسرينا الثوب، خسرينا العود، خسرينا كل شيء، قادوا لينا كل شيء، عطينا التصبيق، وللاسف الثوب اللي اختارينا ما قدهمش ما كفاهمش، قلبوا مساكن، قال لكم المغرب كامل. قلت لها يا ربي السلامة على عكس، ولكن عساها تكون خير، ماشي في الخير، قلبوا المغرب كامل ما خلاو فين قلبوا. مساكن قالوا لنا سيروا خذوا الثوب اللي عجبكم باش ما كان، انا غادي نعوض لكم باش ما كان هاد الثوب، عزلوه وريوه لنا، صوروه لنا، وحنايا غادي نجيبوه لكم، وغادي وحنايا دابا يا غادي نمشيو نختاروا الثوب. ان شاء الله اللي يمحلنا نلقاو شي حاجه دغيا دغيا، لحقاش ماشي ساهل باش تختار الثوب. وفي نفس الوقت راكم كتضربوا معايا دويره ونعطيكم افكار تاع الثومه اللي باغا تفرش مع حالها بلا ما تعذب، تشوف شنو كاين في السوق. يلا معايا. شحال دابا قلتي داير هذا؟ 145 الوردة حقها عندي سني نقاد هذيك الطرف نديرو على شكل الطوميطه باش زعما دير هذا الطوميطه لا راهي المخده ديالها راه هي ماشي هي هذيك لا هذا ديال هذا لوسي هذا حيت قريبه ليها هي هذا مفتوح هذا راه شوفي هذا راه جاي البلون خاص الارضيه ديالو جمعها من التحت جمعها من التحت حيت جاني قريب لهذا شفتي هذاك مفتوح هذا مفتوح بصح كاين قريب قريب ليه بزاف هذا هو اللي قريب ليه بصح كاين هذا فيه بلو بيترول ما بين الكري والبلو هادو تما نفس الثمن هادو تدير مع الثمن مزيان هادو ناقصين علينا حنا كنخلصو ناقصين شويه على هادو يعني هادو قل هادو 120 غزالين فنين ماشي 3 بياس يمكن 3 بياس كارو كبير يمكن الطوميطه موتيف صغير عادي مخده الوريده ديالو حتى هي زوينه كاين هاد لاكولوغ هادي كاين هاد لو ستيل هذا ستيل تاني ستيل اخر بصح وفيه الفيغ لا 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 بصح ستيل اخر ماشي ستيل اخر فيه هاد اللون وفيه هاد اللون فيه الخضر وفيه هاد الطو فيه تروا كولور انا هاد اللون هو اللي كيحمقني هذا ما عمر ما تيدي موضه ما غير ديال ديما مزال حتى في الدار كيعطيك شويه ديال الشوفه تيعطيك اتساع كيف ما كتشوفوا تبارك الله هاد الثوب دابا اللي كنعت لكم غزال رائع وكيف ما سمعتوا هاد الالوان اللي هما مفتوحين واصلا دارجين على الموضه دابا كيعطيو واحد المساحه في الصالون اللي هي كبيره قد ما كانت الصباغه ديال الحيط لون مفتوح وطليمطات الوينات وكيا مفتوحين بحال هكا كيعطيو مساحه كبيره بالنسبه اللي عنده الضيق وبالنسبه اللي كيبغي يشوف اتساع الاثمنه غزاله يعني راه درنا ضرب عمر كامل كيف قلت لكم راه جوج محلات اللي غادي نخلي لكم في
غادي تسمعوا العنوان فين كاين، وغادي نخلي لكم صندوق الوصف يعني جوج محلات اللي كاينين اللي كاين عندهم ثوب رائعين. وكيف قلت لكم راه كاين ثوب اللي هو بروموسيون اللي داير 60 درهم، يعني من 60 درهم وانتم طالعين. وكاين الغلا، ولكن راه ما بقاتش في الغلا، بقات في الذوق. الا كان الانسان عنده الذوق راه ياخذ غير ثوب رخيص ويعرف ينسقو. واخا يدير اللون يعني تديروا الوان مفتوحه، كتقدروا تدخلوا عليها الوينات اللي هما مثلا مغلوقين في مخدات اللي كيكونوا صغارين. كيف ما شفتوا انا دابا كيورينا اللون في الضو باش نشوفوه كيفاش غادي يجي واش يجيو مع بعضياتهم. البريون اللي في هذا في هذا هذا الايني هو البريمي شو، هو البريمي شو كيكون بحال هكا في هاد الخطيطات هادو. في هاد الخطيطات هذا هو اللي كيتطرز، هو اللي كنحطو فيه الطرزه بحال هكا. يعني شي حاجه اخرى ما غاديش تطرز، ما تطرزش. يعني هذه هي لا كاليتي اللي زوينه، هي البرومي شويه، هي البلافو في الايني ديال المبرا. شحال دايره هذه؟ الا حطيناها مع البروكار، حيت البروكار كيكون فيه الحرير والصقلي يعني كيكون بريون، ملي كنحطو مع هاد لا كاليتي، هاد لا كاليتي كتعطينا لا بريون. شفتي هنا كيفاش كتبان؟ كيفاش تلمع؟ وراه البروكار كيلمع. شوف هاد البروكار كيفاش كيبان لك الثمن. والثمن شحال داير ديال هادي؟ الثمن ديالو كنبيعو 130. 130 قصدك واحد واللي مطروز بحال هكا 10 درهم على المطروز، راه واصل بادي من 200 250 وواصل حتى 600 700 درهم. تقدر تكون شي ارضيه اخرى شي طافطه مطروزه ولا شي حاجه، مي في المبرا هي الكاليتي مزيانه في الطرز. وبالنسبه للمبره البنات كيف ما سمعتوا راه شرح لينا اللي هي مزيانه، كتكون شويه غليظه وكتكون قال لك عاطي فيها داك البريون. حنا ما بغيناش المبره، بغينا غير بغينا السامبل ديالها، ما حنا ما بغيناش المطروزه. وحتى المطروزه راه عطانا عليها افكار، زعما اللي مهتم وكيبغي المبره راه عطانا عليها بعض المعلومات. واللي بغينا حنايا كي قلت لكم هو هذا بالحق، هذا شويه مغلوق، حنا بغينا الباج ديالو، هذا ترابي، حنا بغينا الباج ديالو. واللي قلت لكم ما عجبناش هو هذا، هذا هو اللي غنحيدو حنايا، اللي شاد فيه الدو غنحيدو، غادي نديرو فيه في بلاصتو واحد اخر اللي عجبنا عند محل اخر اللي تا كنا راجعين بحالاتنا الصراحه عاد لقيناه. كيف ما شفتوا المخده تبارك الله كيفاش جات، يعني فاس غادي يكون بحال هكا وفاس اخر ما غاديش يكون سامبل، غيكون شكيل اخر ان شاء الله. المهم انا كنحاول نعطيكم بعض المعلومات، اللي بغات تمشي لضرب عمر وما فيها اللي عد براسها، واللي كتبغي تمشي في الوان مثلا ترابيه الوان مفتوحه ما كتبغيش قوه الالوان او قوه الزواق، راه جوج محلات اللي لقينا عندهم اثواب رائعه كيف ما شفتوها. هي لا ميزونات اللي هي ديال هذا السيد هذا اللي لقينا عنده اثمنه زوينه وحتى الالوان زوينين خفافين. وبالنسبه اللي باغي حتى الثمن قل فحال 60 درهم 70 درهم، هذا البنات سولتو راه داير 70 درهم. هذا على برا، هذا حاط على المحل على برا 70 درهم، ماشي عند السيد اللي خدينا من عنده، لا من عند اللي اونفاس معاه 70 درهم. يعني كاين ثمن ما قل وفي نفس الوقت زوينين. هذا المحل اللي تا كنا غاديين بحالاتنا عاد لقيناه دخلنا عنده، هو اللي غناخذو من عنده التوب اخر اللي غادي نميلونجيو مع الاول اللي خدينا من المحل الاول، اللي هو هذا اثواب البداوي. كيف قالك عنده ثلاثه المحلات، عنده المحل اللي فيه الرخام، قالك محل اللي فيه متوسط، المحل اللي فيه اثواب رخيصه. هذا حتى هو عنده ديك 130 درهم 120 درهم، عنده اثمنه زوينه وعنده اثواب راقيه رائعين رائعين. انا حاولت نشارك معكم الاثواب اللي هي زوينه الأدارجة في هذا الوقت هذا، وبالاخص هذه الالوان الترابيه والالوان مفتوحه اللي هما دارجين هذا الوقت هذا وكيجيو همويين وفي نفس الوقت اثمنه زوينه. يعني راه كاين الغلا كاين ماشي ما كاينش، ولكن المحلات اللي لقينا فيهم اثمنه مناسبه راه هما هاد الجوج، وغتمشيو وقلبوا وغادي تشوفوا. بالنسبه لينا حنايا ما قلبناش على شي ثمن معين، حنا قلبنا على التوب وعلى لو تيم اللي بغات اختي.
لقيناه غير في هادو ورحنا خدينا منهم. حتى ملي جا عندنا السيد اللي غادي يفرش لينا ملي شاف الاثمنه بوحدو، والله العظيم الا بوحدو، زعما السيد الله يعمر ليها الله يعمر ليه الدار، قال ليها انا راه غادي نقص لك الثمن لحقاش توبليكس داير لك في الاول غالي ماشي رخيص بحال هادو. وها ما تويبات هما كيف ما شفتوا هذا، هذا سوا راه 130 درهم غزال كيحمق. هذا هو اللي خدينا منه، صدقنا واخدين هذا التوب اللي في المخده اللي على اليمين وعلى اليسار، وغندخلوا معاه الورده اللي في المحل اللي في التوب اللي في المحل الاول. كاين صواب تبارك الله، كاين هذا عنده الوان مفتوحه رائعه غزاله، عنده ثلاثه ديال المحلات. عندهم المحلات اللي فيها التواب الخاص ياك، نازل الثمن. كاين مويان كام وكاين غوت كام وكاين كل الناس كاملين كيلقاو لك. داك الشيء كله كيلقى على قياس جهده. فوالا. شوف هاد لاكول غادي تسير لك تحمق صافي غزاله. الا بغيتي تبدلي غادي تاخدي شي بلوسيال بحال هكا، وحق الله تبدلي بيه حمقني بلوسيال. هاد لاكول غادي تسير عندي ما بغيتيش المغلوق، اما هذا سوا غزال. عندي بحال هكا يا شوفي كيفاش جات، دابا حنايا زعما قلنا تجي بحال هكا زوينه، دابا حيدها كاين فرق كبير. كيف فرق كبير هكا جات حسن كبيره انت دابا؟ لا دابا انت العكس. ها انا عجبني هكا بصح. عاود اش دير؟ زيرها لمطها زيرها. عشان كيسيون دكو فهمتي؟ لا ملي تقاد على حساب الشوفه. لا ملي تقاد داس دابا مزيان على حساب الشوفه، جات زوينه. لا جات زوينه ولكن ما تنساش هاد لوزونش هو خصك تشدي هكا، حتى هو خصو يمشي هكا ماشي باش يبقى الغافل باش ما تجيكش وحده ناعسه وحده واقفه. يعني هذا خصو يتخدم، خصو يتخدم، هذا خصو يتخدم شوال بحال هكا بحال هكا، خصو يمشي مع الزواقه ديالو. كيف قلت لكم البنات ماشي ساهل واحد باش يفرش، شوفوا الحيره اللي حرنا في الشكل ديال الطلامط، واش نخليو الزواقه واقفه ولا نعسه، كل واحد شنو عجبو. تتعطوني تنتوما رايكم في التعاليق، اما عجبكم واش الزواقه واقفه اولا نعسه. شوفوا البنات ما شاء الله على تشكيله رائعه غزاله، توب كاين سيك في توب، الوان كتحمق صافي. يعني اللي باغا تفرش المحل ديالها والله العظيم الا غير سيروا لهذا المحل خذوا فكره وشوفوا الالوان كي دايرين. اثواب البداوي، اثواب البداوي، اثواب البداوي حسن صغار وقصريات بناني. قصريات بناني اونفاس معاك؟ اونفاس لا اللي من على اونفاس مع التجاري وقف. زنقة سهيل الحسن هي اونفاس معاك. عطيني الاثمنه ديال هذا البروكار. هذا كيبقى ب 100 فرانك، 130 درهم. 130 درهم ديجا اون بروموسيون، شوف نورمالمون لو بري ديالو 180 درهم. 180 الثمن ديالو 180 درهم، دابا بروموسيون 130 درهم. وفيه خمسه لوينات، خمسه لوينات. في الفيرو، في الطوكت حمقني انا هاد اللون. انا هاد اللون كيعجبني. فيه الطوب، فيه البلو بيترول، خدوم بحال هكا. اييه بلو بيترول، فيه النوار الدوري، وفيه واحد الباش كلار راه عندنا في المحل الاخر. المحل عندنا عاوتاني هذا ب 130 درهم. دابا هذا هو اللي خدات منه اختي، هو اللي خدات منه الخوادريه ديالك، خدات في الباش ديالو. زاد وفي عاود الفيغ وفي البلو مارين عندنا في المحل الاخر. المحل الاخر بغيتي تشوف عندنا هذا عاوتاني يدير 120 درهم. نورمالمون لو بخي ديالو 150 160، حنا دايرين ليه 120 درهم. هذا الثواب هذا هذا اللي في القنت هو عجبني هذا. هذا شاهو في الصنفه 120 درهم. غزال في ذاك الباج وفي الفيغ رويال. ها هو فين تشوفوا الفيغ رويال ديالو؟ اييه هو هذا الفيغ رويال. لا تبارك الله عندك تويبات غزالين والله، كاين لو شوا. اخويا سامي كاينين هادو درنا لهم بروموسيون 100 درهم، كاين فيغ او 100 درهم. 100 درهم سمعوا البنات، 100 درهم. 100 درهم غزالين والله العظيم الا غزالين. انا بروكارات تقلب بلا حاجه مزيانه تبارك الله. في الفيغ او، في الطوب، في الباش كلاع. وعاود كاين هذاك لي اون فاس شاوب سون ديغام
كيبقى فيه الصومو والطوب. هاد الصومو هذا كيسحب لي واش اياه هاد الفوقاني كاين الطوب ديالو راه هو السحس اللي هو السحس ممكن فيه عاود واحد الفيغور غادي يكون ان شاء الله غادي وكاين هذا فيه بروموسيون زوينه هذا كان كيدير 90 درهم درنا ليه 60 درهم هذا والله الا مزيان فيه الباج دوغي فيه البلو فيه عاود واحد الطوب راه قادو معاه هادو تساهما هما الوينات ديالو هادو 60 درهم نعاود هذا بروكار توثق لي بلا شحال داير هذا؟ هذا درنا ليه 120 درهم 120 يا ريس كون لقيناك في الاول بالعرسي والله العظيم الا صافي غادي لحالاتنا انت الاخر انت الاخر دخلنا عندك سبحان الله العظيم رزقكم داك الشيء داك الشيء اللي من رزق الارزاق سبحان الله العظيم هذا راه فيه الطوب فيه التركوا فيه الباج كلا هذا اللي قلتي شحال 120 درهم 120 درهم عندنا عاود هذا درنا ليه 100 درهم هذا بروكار بيراميد في ذوك الاهرامات في تا هو الطوب والبلوسيال والباش كلاف هذا دابا اللي قلتي 100 درهم والله حتى شفتو غا دابا دابا بثمن اخر نورمالمون كيبيعوهم الدراري 150 والله حتى شفتو بثمن اخر دايره كنديروا الناس ديالنا ديما اشمينا مزيانين باش تكون في متناول الجميع المفتوح انا قلت انا قلت المفتوح هو اللي غادي يجي ياك المفتوح هو اللي غادي يجيك مع هاد الثلاثه في زاكسيسوار يعني غادوك المخدات المربعين صغيور بحال هكا بحال هكا يا هذا صور دايرين فيه ثمن هذا دي لا في ديال المطروز كيدير 180 درهم دير لي 130 130 درهم والله لا سوي بس زانين هادشي دابا تبارك الله كي جا الشيء غزال هذا هذا شي تما كيفاش عطا شوفي هنا ملي كتخدم الحاجه عاد كتبان عاد كتبان صح غير تشوف دير حطينها هو هذا غا اكسسوار ماشي ضروري البروكار اللي خدي شي باج اي حاجه دخلتيها تمشي اي حاجه دخلتيها معاه غادي يجيك معاه اصلا الزربيه الا درتي غادي ديري سامبل غادي ديري باش طوب سامبل كيف قال لك صافي جيت هذا زويون ندير شي دخلي معاه الحال هذا ودابا سالينا البنات حتى لي زاكسيسوار اللي غيكونوا مع الطليمطاس ان شاء الله حتى يوجدوا ونشاركهم معكم باذن الله متاكد نجان ديال البلاد ديال البلاد سبحان الله شحال داير 400 الكيلو الملوخيه شحال دايره 400 وهذا الصفر شنو هو هذا نجاس هذا لا لا نجال وهذاك الصغيور القيم شنو القيم؟ دير بحال شكل الشفرجل هذا بحال الشفرجل حيت بان لي بحال الشفرجل بحال الشفرجل هو صغير تيدا مع الملوخيه دا بواحد 9 سيده غير تيطيش الله العظيم غنبكي منه وهاد القريعه شحال دايره؟ 400 يعني كل شيء عندك 400 500 القيم 300 500 500 القيم كيطير بحال الشفرجل يعني ما تنقيش انا حيت الصفرجل كنديرو في الشوره يديري كيلو ما تندميش عليها لا لا والله لا لا بزاف لا والله لا بزاف عايز 10 كيلو لا 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 والله لا بزاف ديال الفلوس هذه علاش هذه حمراء وهذه بيضاء هذا كاين هذه البيضاء بوحده الحمراء بوحده هذه تنبيعها ب 120 درهم هذيك على الدومون قليله ما فيناش هذه اللي بارده داخل البيض وفينا هي دابا حاطها هنايا وما كاينش حيت هذه بانت لي حمراء خوي دو دراغون هذا داير 80 درهم 60 درهم دير ليه هو الكيلو 30 درهم مزيان 30 درهم كيف ما شفتوا البنات فاش وقفت شريت في خوي دو دراغون انا ما مسحتش خليت الهضره في المونتاج وباش تسمعوا بودنيكم 80 درهم قال لي الكيلو يعني نص كيلو ب 40 درهم
خديت انايا ما كاملش نص كيلو يعني يلا جات 34 درهم نص كيلو، دزت القدام لقيت كيلو ب 35 درهم، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. كل داير اللي باغي الشفره وكاك عين باين الله يدي ما خلق. وبالنسبه لهاد الصواني ديال النحاس هذه اللي خدينا كيف ما شفتوا خديناها ب 950 درهم باش خلاها لينا. كل شيء المحلات الاخرين قالوا لينا 1100 درهم، يعني ماشي محل ماشي جوج اللي دخلنا ليه، الوحيد اللي خلاها لينا ب 950. ثقيله غزاله 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 ديال النحاس، يعني الواحد الا بغى يخرج يتقدى ماشي غير يوقف ويشري، كيخصو يشوف بزاف ديال المحلات باش يشري، يعني ضروري بالعذاب. الله يهدي ما خلق. نتمنى من الله يعجبكم الفيديو ديالي ونكون خفيفه على قلوبكم، وخليتكم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.